هو نفس اليوتيوب اللي هو جاي من هنا، خلي بالنا ده اليوتيوب بتاع الفوت بتاعك. فهنا لو هنا كده اليوتيوب الاولاني مضروب في جي 2 زي ما كان، انما الاول اليوتيوب الثاني ما ضربش في حاجه، كان هنا مضروب يضرب المفروض يضرب في جي 2. فبالتالي عشان كده هتكون جي 2 هنا تاني، تمام كده؟ طيب لا لا دي بعكس هو لا في حركه عادي، حركنا نقطه بس ما حركناش سميشن، حركنا نقطه بس لكن ما حركناش سميشن. ماشي ماشي انا ما بقولش ان هو يعني بص الادب استحسن تحركه في حتت انك تتجنب انك تقعد تعمل فيدباك لوب كتير. انا اعمل تجربه تحل مساله كلها من غير ما تحرك الادب، بس هتلاقي الادب هيسال لك المساله عشان انت اول ما تفك فيدباك لوب هتلاقي يطلع لك اكسبريشن كبير كده ممكن يلخبطك داون ذا لاين انت عمال تحل. بس انت المفروض يعني بقدر اقول لك عشان تعرف تحرك الادب وتحرك البيك اوف بوينتس، بس مش لازم تستعمله لو انت عايز، بس انا بقول لك ايه. طيب تعالى نحل اول مساله. طيب فانت لما تيجي تحل المسائل انت بتحاول تاخد من جوه لبره، اوكي؟ يعني بتحاول تشوف ايه اصلا في مكتوب عندك، ايه اللي فيه مكتوب مفيش حاجه بتحل من تحت. جوه صح؟ اول ما تشوفها ما تفكهاش على طول، شوف هل ممكن تحرك حاجات معينه بحيث انك تضمها مع فيدباك لوب اللي اكبر منها. يعني ايه؟ انا عايز دايما اجمع، يعني هرجع ثواني بس كده، عايز استعمل ده الرول ده قبل ما افك، لان انا ممكن يكون عندي اثنين برانشز كده واحد كده فوق تاني، فبدل ما اقعد اعمل فيدباك لوب مرتين اجمع الاثنين برانشز وبعد كده اعمل فيدباك لوب، عشان انك تعمل تفك فيدباك لوب بيطلع لك اكسبريشن ممكن يبقى اكبر. فلو رجعنا للمسألة هتلاقي ماشي في كتاب صغير، بس أنا لو أخدت ده وديته هنا هيبقى عندي ده بدل ما ده أقدر أضمهم وأبقى في كتاب واحدة، تمام؟ فده اللي إحنا عايزين نعمله دلوقتي. ماشي طيب، فأول حاجة أعملها هاخد ده أوديه هنا كده، يبقى أنا هحط إيه؟ هحطه في البرانش ده زيادة أو شيء أو يعني هعمل إيه؟ اقسم على جي 3 عشان هو ما كانش مفهوم ان المفروض يتضرب في جي 3، تمام كده؟ واتصل بايه؟ هضربهم مع بعض، طلعت مش لازم تحطهم يعني مش هو ده بتحل، ممكن تحط على طول دوت واحد اكس وانا على جي 3 مفهوم يعني عشان تحطهم في المكان. طيب نخلي بالك قبل ما نضم لازم ما يبقاش في حاله واحده من البرانشز اللي بنضمهم مع بعض، لكن عندنا هنا الفيدباك ده او البوست فيدباك ده واخد من البرانش ده، فلازم عشان اعرف المهم الاول افصل البرانش ده، اوكي؟ فانا عملت ده حطيت البوينت دي هوديها ورا هنا عشان يبقى يكون اثنين البرانش مفصولين عن بعض خالص، اعرف اضمهم واعمل فيدباك لوب، تمام معايا؟ فاهمين؟ طيب فهنعمل ايه؟ هنضرب في نفس البلوك ده اتش 1 على الكاب. هي هي لا ايه بص احنا دلوقتي اللي كان هنا كان المفروض يبقى ايه؟ ده مضروب في اتش 1 على جي 3 صح؟ لو انا هحطه هنا هيبقى لسه ما اتضربش، فمحتاج اضرب في اتش 1 على جي 3 تمام. احنا قلنا من اشتغل من جوه البطن. بعد كده انا قلت ما دام انا جبت اصلا فيدباك لوب اللي هي دي، قلت هل ممكن بدل ما اقعد افكها يعني بدل ما افك في الباك لوب هل ممكن اضمها مع في الباك لوب اكبر منها؟ بالذات تعمل الحركه دي لو تقدر تفك تربطهم مع بعض حركه او حركتين، لو اكتر من كده ممكن تلاقي الموضوع عمال يكبر معاك فمفيش لازمه. اوكي؟ يعني انا هنا كنت محتاج كمان بس حركتين ان انا احرك ده واحرك ده، دول سهلين. فممكن تعمل كده. انما لو لقيت عندك مثلا خمس هتعمل خمسه ممكن من صفاتك تضم اثنين في الباك لوبس يبقى ضمهم خلاص. بس اتفضل. ايه؟ عشان عايز اضم الاثنين في الباك لوب، عايز اضمهم مع بعض قبل ما بس اعمل الاكسبريشن اللي هو جي اوت جي اتش. اللي بعدها دي ايوه، ما انا لو ضميت دول ده هاخد منين؟
بلس اتش 1 جي 3 لان ده غيرت الفلتر انا غيرت بس ده المفروض ياخد ده مضروب في اتش 1 جي 3 ما ينفعش اضربهم دول غير لما اخد في المتين بوينت لو انا ضربتهم وحطيت فيه لو انت يعني عايز اضربيهم لو عملت كده ده هيبقى غلط انا عايز بس الحته اللي احنا انترست فيها يعني ده كده غلط الحركه دي غلط لان انت غيرت اللي بياخده هنا ده كان المفروض ياخد اتش وانا هشوف فيه بس ما انا بقى هشوف بقى هضرب في ايه يعني لسه انا لا هاخد الانتربول دي 10 كام عشان يبقى الاثنين دول مفيش حاجه بتاخد منهم واقدر اضمهم بامان ده ما يحصل مشكله ما انا هشوف بقى لما هعرف البوينت من هنا لهنا يبقى لازم احط بلوك ايه عشان يفضل ضغط البيان زي ما كان فده انا محتاج اضربها في اتش 1 جي 3 تمام؟ نرجع
بنعمل ايه؟ البرانش نيم بتبقى واحد على جي البرانش نيم بتبقى واحد على جي بي جي 1 جي 1 جي 1 فاهمين دي ولا مش فاهمين؟ معايا؟ فكده خلاص يبقى انا الاثنين دول كده مش عارف انا عملتها ولا لا ضمهم مع بعض بالاشارات يعني الاشارات تحافظ عليها وبعدين الاثنين برانش دول بقوا بارلل انا ضميت بقى يعني اي بلوكس ضربت البلوكس اللي بعد يعني ما حصلش حاجه انا يعني هي كانت اصلا هي اللي قبل واحد على جي 1 ايوه دي واحدة على جي 1 دي كانت ازاي؟ من نفس اللي انا قلته وانت مش حافظاها تقولي اهو اللي كان هيبقى هنا سوري انت عايزها قبلها انت عايزها هنا انت عايزها هنا الحركة دي اللي انت فيها مشكلة مش دول اللي بدلناهم؟ هنا دلوقتي المفروض جاي لي ايه؟ الانبوت ده مضروب في جي 1 بلس ماينس يعني الانبوت ده عادي صح كده؟ بعد ما حركته سوري يا فندم سيبك من الانبوت اللي انا حطيتها دلوقتي سيبك من الانبوت هيقول لي هم دول كده صح؟ هيبقى ايه اللي جاي كده؟ الانبوت الاولاني مضروب في جي 1 اهو اللي جاي من هنا مش مطروح الاول اللي هنا اللي انا شايفه هنا هيبقى ايه ده مضروب في جي 1 ماينس ده مضروب في جي 1 صح؟ طيب انا قبل كده كان الانبوت اللي هنا مضروب في جي 1 لما احنا المره اللي فاتت هنا اهو كان ايه ده مضروب في جي 1 اللي جاي هنا هو الاولاني مضروب في جي 1 ماينس الثاني بس مفيش جي 1 مضروب فيه معايا؟ لما عملت الحركه دي من قبل ما احط البلوك اللي هيجي لي هنا هيبقى الانبوت الاولاني مضروب في جي 1 ماينس الانبوت الثاني مضروب برضه في جي 1 ان هو هيعدي كده فانا مش عايز الثاني يضرب في جي 1 فعكس العمل حاجه تعكس العمل ايه؟ واحد على جي 1 ايوه جاي من فوق هو عشان خاطر هيفرق اول ما انا غيرت ده هيفرق هيطلع انا يهمني كل اللي يهمني لما اعمل اي حركه في كود ده برودكشن ان الاوتبوت يفضل زي ما هو ده بيهمني فانا اللي بعمله بشوف الاثنين دول صار بلعب فيهم هما مين؟ هما الاثنين دول اشوف الحاجات اللي داخله لهم واللي خارجه لهم هتتغير ازاي؟ ايه اللي هيحصل؟ فانا شفت يعني لسه قايلها خمس يعني ايه يعني اعملي كوشنز كده في ايدك لو انت بتخبطي فيها وقعدي تقولي بلوك دايجرامز يعني اعملي يعني فيدباك لوبس بس يعني هتكبر منك الكوشنز تمام؟ طيب فقلنا انا اللي عملته هنا ماشي كده بعد كده طلعوا انا بس ايه ضميت كل حاجه يعني جمعت دول مع بعض يعني خليتهم كلهم مصنوعين على جي 3 بعد كده ضربت الواحد على جي 1 في اللي طلع لي وخليته بلوك واحد بدل ما هم كلهم بلوكس في الارض فدي سهله يعني تعملوها كده طيب يبقى الاثنين دول بارلل مع بعض بس خلي بالنا من الاشارات بجمعهم بالاشارات اللي تحت كان بلس وفوق ماينس الحمد لله الاشارات وبعدين خلاص بعدك هي فيدباك لوب واضحه قدامك طبعا احنا ما قلناش فيدباك لوب عشان دي مش فيدباك ده مش فيدباك ده مجمع بس ده مش فيدباك الانبوت مجمعه على فيدباك من الاوتبوت رايح لفين مش الانبوت كده كده فيدباك لوب سميتها نسيت دلوقتي وانا كنت يعني ايه؟ اكتب هو ده هو عايز كده طبعا ساعتها بتبقى تي يعني كلها جوه حاجة مش تاني يا سيدي أنا هنا مش حللها بأحسن طريقة كده يا عم بس أنا هحللها بعد كده أقول لكم برضه كده يا عم موجودة على طول فهنا هنعمل إيه بقى؟ بعد الجي 2 ماشي
الفيدباك تبقى صغيره صح؟ ماشي صح، يعني تعمل فيدباك ده مش غلط، انا ما فكرتش كده خالص الحقيقه، بس لا في مشكله صح. انت لازم تاخد بالك من تيك اوف بوينت. مفيش تيك اوف بوينت، يعني ما تقدرش تبدل ادب مع تيك اوف بوينت، يعني ما تقدرش تعمل مش ريديوس، يعني ما تقدرش تبدل الادب ده مع تيك اوف بوينت، عمرك ما تقدر ريديوس، هتلاقي على طول وصل التيك اوف حاولت تحلها. نعم؟ ده نعم؟ شبهها في الشيء الثاني اللي هو كان الفيزيكال موديلنج، ما كناش بنستعمل نقطه غير الاكشن، كنا بنعمله ان احنا ايه بنحلها الجبر. فدلوقتي احنا عايزين نحلها بالنقطه غير الاكشن. خلي بالك لما اقول لك حلها بالنقطه غير الاكشن حلها بالنقطه غير الاكشن، ما حلهاش بالماث، يعني ده مش مطلوب. المساله دي انا الحقيقه
بس ايه انا ناقلها من شيت 2. المساله اللي في الشيت دي ار و سي، يعني كله نفس ار و نفس سي، مش ار 1 وار 2 وار 3 يعني، لكن بس تغيرها يعني عشان بس الصوره اللي في الشيت اللي في ده مش هتبقى، بس يعني ايه هم يا عم كده يعني مفيش ار 1 وار 2 كلهم ار نفس الار و نفس السي. ماشي ماشي. ف اللي بتعمله انك الاول ترص الايكويشن بتاعك، فاحنا عشان نحل الايكويشن هنحط هنا عندنا ده اي 1 مثلا وده اي 2. نعم ممكن نجيب الترانسفير فانكشن لاول ترانسفير وهو نفس الترانسفير فانكشن بس انت كده حلتها في ضغط جامد صح. ماشي بس ده مش ببدا بيعمل اكشن كده، ما احنا هنعمل حاجه شبه كده، هتلاقي بلوك عمال يتكرر، بلوك عمال يتكرر كذا وثلاث مرات اللي احنا هنعمله، بس مش هجيب الترانسفير فانكشن كده احط ده ده اربعه بنضربهم في بعض، مش ده اللي هو عايزه. وهنا هحط الدي اكس وهنا دي واي وده دي اكس. حلو، فاحنا هنحط الايكويشن بتاعتنا. فهتلاقي ان احنا عندنا الـ الايكويشن الهيئة الايكويشن الهيئة لكل يعني مني، هتلاقي يعني البلوك الحتة دي كده متكررة صح؟ فانت الحتة دي طلعت من الايكويشنز، اول ايكويشن اللي هي بي ام ماينس في اكس على ار هتساوي اي 1. تاني ايكويشن اللي هي نوت يعني كي سي ال على النوت كي سي ال، مش عارف كي سي ال؟ كي سي ال على النوت دي. فيبقى عندي اي 1 بتساوي في اكس في اس سي اللي هو الكارت اللي ماشي هنا بلس اي 2 كده. تاني ايكويشن بتاع عمال الثلاث الاثنين دول هيتكرروا ثلاث مرات باختلاف الفاليوز. فيبقى عندي الايكويشن الثاني بتقول ان اي 1 بتساوي في اكس في اس سي بلس اي دي. حلو، نيجي بقى نعمل البلوك الثاني، هتلاقي عندك ايكويشن بتقول ان في اكس ماينس في واي على ار هتساوي اي 2 صح، وايكويشن بتقول ان اي 2 هتساوي في واي في اس سي بلس اي 3. الاخرانيه بقى هيبقى عندي ان في واي ماينس في نوت على ار هتساوي اي 3. فكرة بقى ان التالتة بقى هتبقى هي اللي هتبقى اصلا شوية، بتقول ان في اوت بوت بتساوي اي 3 على اس سي. دي بس هي هي يعني كانت مكتوبة في اوت بوت في اس سي بتساوي اي 3، دي مكتوبة كده مش فاهم، تبقى شبه كده يعني بس هنا بقى مفيش اي زيادة بتتجمع عشان مفيش بنش جاي من يمين هنا، كل واحد دول في بنش هنا وكان بيزود القصد. من كده؟ تيجي بقى ايه؟ تعمل فضل البنش بتاعك. تعمله ازاي؟ انت عندك بلوك بيتكرر. البلوك ده عندك ليه انبوت اللي هو ايه؟ في ان او في هنا عندك هنا في انبوت. اوكي؟ فانت هدفك انك تاخد البلوك ده تطلع منه الاوتبوت اللي هنا، يعني انت عايز الـ V input توصل للـ VX، لان انت وانس انك وصلت للـ VX هتعمل نفس البلوك تاني عشان توصل للـ V1، لان هو نفس الـ equation نفس الـ 2 equations. تمام كده معايا؟ وبرضه بعد كده هتعمل نفس الـ 2 equations باختلاف صغير اللي هي بقى مش في بلس هتطلع منها الـ VX. فده كده ازاي؟ تعمل لي ايه؟ خلينا نبص على الثاني ايكويشنز دول هم دول ايه اللي يعني بنشتغل فيهم دلوقتي اللي هم ايه اللي تبعنا. طيب احنا عندنا في ايه؟ الفكره انك بتمشي ازاي؟ احنا عايزين نوصل في الاخر لمين؟ عايزين الاوتبوت النهائي يبقى مين؟ في اكس. يبقى انت الايكويشن يبقى انت ما تطلعش من هنا في اكس. انت الايكويشن دي خليها
من V input تطلع منها I1، وال I1 تستعمل دي تطلع منها VX. هيبقى عندك محتاج I2، مش مشكلة. البلوك الجاي هتطلع فيه I2 زي ما انا البلوك ده طلعت فيه I1، وهتاخد منه فيدباك. فاهمين؟ هتزل دلوقتي. بس انا قصدي ايه؟ ان انت ما دام انت عايز توصل من V input ل VX، ما تستعملش الاكويشن دي عشان تطلع VX. انت لو استعملت الاكويشن دي عشان تطلع VX هتلاقي نفسك محتاج I1. هتلاقي نفسك VX هترجع تحولها ل I1، وبعد كده تاخد منها فيدباك عشان تروح تطلع الاكويشن دي. وبعد كده هتلاقي نفسك عايز توصل من I1 ل VX تاني، بتعرف انك تعمل الكوزن دي بالعكس تاني. بس ده مش كده يعتبر ماثيماتيكال مانيبيوليشن شويه؟ مفيش مشكله، الكوزن دي تلعب يعني الكوزن دي عايز تحطها تمشي مع بعض خلاص. ايه؟ طالما ما تحلش دي الكوزن مع بعض. ماشي. ايه؟ في سؤال؟ طيب فاللي احنا هنعمله ايه؟ هيبقى عندك ادي في حلو؟ حد قال حاجه؟ طيب فالكوزن اللي عايز تطلع منها هاي 1. طيب هعمل كده معلش بس ليه جه اللي تحت شويه يعني بلس دي كده. انا عارف ان احنا هنجيب في اكس، بس انا في اكس هجيبها قدام مش كده، هناخدها في الجنب وهيطلع لي من هنا كده. اللي هيطلع لي من هنا هقسمه على ار، يبقى يطلع لي هنا ايه؟ مين ده؟ باي 1. حلو؟ طيب اي 1 ده هطرح منه اي 2. دايما لو عندك كده اعكسه يعني واحده فوق واحده تحت عشان ما تلاقيش المساله بتعطل منك في الدرس. واللي يطلع من هنا اقسمه على اس سي، يبقى يطلع لي هنا مين؟ في اكس. يبقى اخد من ده كده يبقى كده. طلعت هنا الفي اكس هتلاقي نفسك بس اتكفل مش هتكفل بس انظر. هتلاقي نفسك هنا دلوقتي هتكرر نفس البلوك تاني. ممكن تمشي وراه بالكوليشنز او انت اوريدي شفت البلوك قبل كده. فانت لو مش هتمشي نفس البلوك هتاخد في اكس اهو بلس، تحط هنا ماينس هيبقى في واي بقى المره دي اللي هي اللي بعدها. نقسم على ار يطلع لك من هنا بقى اي 2. نعمل هنا بالظبط ده اللي هنعمله دلوقتي. هناخده هنا فيدباك نرجعه عشان احنا كنا قايلين ان ده اي 2 قبل كده. تمام؟ وهنا يبقى عندك بلس، بس استكمل هنا بلس تبقى بلس. وهنا هنا يبقى عندك ماينس هنا كده ده اللي هو ده كان اي 2 فده كده اللي هو هيبقى اي 3. هنجيبه كمان شويه. تمام؟ انا بقى هكمل هيبقى عندي هنا كده واحد على اس سي. يطلع هنا في واي. تاني. بس بقى هتفرق خلي بالك. واحد على ار. يبقى ده بقى مين؟ انا عملت حاجه غلط. في لسه ماينس نسيت اعملها. زي ما هنا في اللوك اول حاجه ماينس. فنعمل ماينس بي ار بقى. بالي اوت. بعد كده اللي يطلع اضربه في واحد على ار. يطلع لي من هنا اي 3. هنا بقى الاختلاف الباقي بقى ان انا مش هقعد مفيش باص بقى. الاي 3 ده هضربه على طول في واحد على اس سي. طبعا بس خلاص هتلاقي اللوك ده.
تعمل له بقى ريدكشن ويبص له ايه كفايه تعمل عمليتين اقدر اعملهم مره واثنين وثلاثه واربعه ازاي بقى؟ تجيب الشيء اللي فيه الحب لما عملها بضغط هحط فيها الحل النهائي بس انا هقول لكم دلوقتي التكنيك اللي الطريقه اللي تستخدمها ف طريقه ببساطه ايه؟ هي مسألة كده شوية بس انت عايز في واحد لو قدامك كاملة فانت هتلاقي ان انت عندك ايه؟ دي فيدباك لوب اهي بس مش هتعرف تخلص منها عشان عندك انت كده في بوينت دي. اه احنا كده بس نزلنا البوينت ده لسه ما في ده بس. فانت هتاخد الفكرة في بوينت دي توديها هنا كده. ساعتها بقى ايه؟ هتضرب في اس سي صح؟ عشان تعكس العملية. يبقى عندك فيدباك لوب اهي ريديوس دي كده انا بس مش عايز ارسم على دي لو رسمتها كده على جنب الحته دي بس كده الصغيره دي فانا هيبقى عندي كده واحد على ار واحد على اس سي كده ده اللي هو ده رايح بقى الناحيه الثانيه صح؟ فدي كده بقت فيدباك لوب طبعا هنا في واحد على اس يعني هنا في اس سي طبعا يعني فهنعمل ده كده تمام؟ ففي الاخر يعني ده كده هيبقى كله بقى بلوك واحد ودي على اليمين خالص هتعمل ايه بعد كده؟ خيالك كده هشوف خيالك بوت نعم؟ او انه برضه انا شايف عدد بلوك اللي قبلها بالظبط كده ان انت تعمل ايه؟ انا هرسم الرسمه دي كده هرسمها بس بعد ما عملنا ريديوس هسميه سي دلوقتي مش مهم فيبقى عندك حاجه عامله كده 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 ده واحد على اس سي ده بقى رايح فين؟ رايح بس مش هستنى صح هيبقى عندك هنا حاجة هنا ده كويس وبعدين هنا ده داخل هنا مظبوط تمام انا عندك حاجه شبه كده ما انت مش هو اللي واحد على اس سي بتاع السي مش اس سي انا قلت اضرب في اس سي بعد كده كتبت واحده اس تضرب في اس سي انا حتى كتبت اس سي هو بس ما حسيتش غلط كان الجزء اللي ورا هنا بص اللي هو هنا يعني ده اللي هو هنا كده فده اللي هي واحده اس سي اهي زي ما كانت وهنا ده الفيدباك اللي كنت اخد منها وورا هنا ده اللوك بتاعي خدته هنا فبقى في اس سي وبتاخد الفيدباك من الادر اللي ورا هنا ده انا بس الموضوع خد مني وقت عشان بسيبها مره ثانيه ومش موجوده قدامي بس كل اللي انا عملته ان انا عملت ريدكشن للفيدباك لوب دي اهي اللي هي دي خليتها سي ورسمت بقى اللوك جنبه خالص تمام فانت هتعمل ايه بقى؟
عشان تريديوس ده تاخد دي ترجعها ورا وتقسمها على تي بقى. يبقى هنا في مقسومه على تي. لا ده ملوش دعوه، هناخد ده ارجعها ورا كده او اقدمه يعني عشان ترجعها. نعم؟ هتبدلي تيك اوف بوينت مع ادم مش هينفع. دي تيك اوف بوينت. ده لو رجعتيها كده. لا لا. هاني نقطة؟ دي؟ اه. عايزة توديها كده؟ اه. مش غلط. بس يعني بس مش غلط. صح. هتلاقي بنتي في الاخر ان عندك هنا بلوكس كتير هترجع تطلع بس مش مظبوط صح. دي هنا كده بس برضه هتضطري تحركي دي يعني انت كده ما سبتيش حاجه من الحرف ده مش الطب. ده صح. طب دي هنا وبعد كده تبدلي دول مع بعض وتعملي بس يعني ده حل برضه مش هيبقى مش غلط. انا قلت لا انا يعني عشان ده الحل الحركه دي هتفضل تعمليها كذا مره مش مشكله هتنصح. انا قلت انا هاخد دي حركه بس يبقى عندي دي كلها كده على بعضها فيدباك لوب اضمها. هتلاقي نفسك لما تعمل بقى يعني لو انت رحت البيت الفتره اللي بعدها هتلاقي بالك نفس المنظر ده تاني. فيدباك لوب بس عندك تيك اوف بوينت في النص. لو تحركها بقى عندك الحته اللي تاخد فيدباك لوب وتضم اللوب. هيبقى عندك في الوظيفه مش ثلاث بوكات يعني ثلاث بوكات. يعني بصي انت هتضمي هترجعي لورا وتضمي فيدباك لوب. بعد ما تضمي الفيدباك لوب دي لو رحت بقى تبصي للبرنامج على الشمال هتلاقي عندك نفس المنظر. في فيدباك لوب كده عندك هنا بلوك سي. تلاقي عندك بلوك سي كده. يدير كده عندك هنا وبعد كده مضروب هنا في حاجه. مضروب هنا في حاجه ساعتها بيبقى واحد على بار يعني. وهنا كده عندك فيدباك ومتاخد من هنا كده. متاخد من هنا كده خليها بس كده هو كده هنا في كده ومتاخد من هنا كده كنت هتاخد دي. طب طبعا مثلا خليك تي 1 وتي 2 مش بسيطه مش بسيطه. رحت رجعها ورا وضم الفيدباك لوب. طبعا حاجه كده تلاقي معانا بلوك واحد. الحل النهائي هقول لكم في الصلاه. الناس مش عارف الشكل اللي انا هعمله دلوقتي بس يعني ايه؟ بس يعني بقى ثلاثة لربع. بقي 10 دقايق؟ من حد بس ربع. دي ده اللي بقوله النهارده عشان بس تسمعيني الكلام ده من محاضرتين. انت بس تخلي بالك الانبوتس احنا بنقول الكلام على بي ان سي ها؟ انت بس خلاص بقى الكل اللي بيقول كل الكلام ده دلوقتي بنتكلم على بي ان سي. كده معايا. فبس عندك في البي ان سي انت عندك الحاجات كلها تسعى على الانبوتس اوتبوتس ماركرز وتايمرز وجرافكس. انا بس بتكلم بالك منها ان الانبوتس والاوتبوتس الترتيب بتاعهم هو مختلف. يعني 0 7 بعد كده 10 مش 8 9 اوكي. ال 10 دي اكشلي 8 بس احنا بنكتبها 10 عشان بس جاي لي هي حاجه مش كبيره يعني بس كده بس الماركرز والتايمرز والكاونترز انا بس انا ليها غيرها كلهم يبتدوا من واحد. كلهم يبتدوا من واحد مش صفر. ماشي؟ بس كده. الباقي بقى كله التايمرز والكاونترز والكلام ده. انتوا عارفين ان ده رمز. ده زي ما قلت ده الاوت ده الاوتبوت. انتوا عارفينه. بروجرام انستركشنز زي ببساطه كانها ستاك. بالظبط كانها ستاك. اوكي؟ كانت اللود بتعمل بوش الان اي ده كانه بيعمل يعني بياخد الطوب بتاع الستاك ويعمله اد بمعنى ده بيدوز اي عشان بيدوز اي عشان ايه زي ما قلت يعني انا عملت لود اكس رول بعد كده عملت له اي اي اللي هو دي بتعمل اد بيدوز مع اكس واي وبعدين عدد البرانش الثاني عملت لود انفرتد والعكس اكس 2 بعد كده اد بقى عادي اللي هو مش فيكس انفرتد اكس 3 وبعد كده عشان اعمل اور من الثري برانشز دول يعني اور بي اللي هو برانش يعني ساعتها بيعمل اور لاعلى ديفرنس في الستاك. اوكي؟ بعد كده اخدت الاب كده وعملت له اور. بس الاور مش بتعمل بوب. يعني انت لما تفكر الاور مش بتعمل بوب هي بس بتعمل بوب بس بتبقى عارف لا يعني ما ينفعش ان انا اعمل لود مثلا اعمل لود الاخير
الفرنش ثالث انا عايز اعمل له اور، انا اعمل الاور دي بعد كده اعمل فرنش ثالث وبعد كده اعمل اور. بالظبط كده. لان هو بياخد اثنين. اثنين بس بالظبط كده. حلو كده، في كلام مش نعم؟ يبقى تعمل اور الاول اثنين وبعد كده تعمل الفرنش ثالث تعمل اور. تعمل اور بي الاول اثنين بعد كده لود اند او شوف بقى الفرنش ثالث شكله ايه؟ وبعد كده تعمل اور بي تاني. الاور تاخد الاور بي تاخد برانشتين. تمام الاور بي الاور كفايه ان تاخد اثنين برانشز. نعم. عايز تجيب برانش جديد يعني لود بقى. لود جديد اهو لود جديد. عشان ما اخدش الانبوت من ورا اللي فات. خد لود فحطيت انبوت جديد فانا بعمل اند فبعمل انبوت جديد. مش بعد كده هتاخد ده كده؟ لود اند اند ده سيب صح؟ لود اند اند اي بقى بقى اند اند اي. نعم؟ انت قصدك لو عامل ثلاثة برانشز كل واحد فيها ايوه تعملي لود اكس زيرو اند اكس واحد اند اكس اثنين يعني ده بعد كده انت بس الانبوتس انت عندك نوعين ده فيزيكال يعني عشان ده بس المسائل دلوقتي مش هتفرق معانا بس لما تخش في الانتر لوكت اللي هو المحاضره الجايه هتستعمل فانت عندك يا اما بوش بطن يا اما سويتش المفروض بوش بطن اللي هو انت بتدوس يبقى اكتف تريليز يبقى ايه اكتف الفكره انت عندك البوش بطن نوعين اللي هو نورمالي اوبن اللي هو طبيعي كانه اوف تبوش اون اللي هو تفكر فيه كانه اكتف رول اللي كان لوجيك يعني احنا جايين لوجيك كانه اكتف رول لما ادوس الانبوت يديني هاي ما ادوسش انبوت يبقى لو لا اوف كده نورمال كلوز ده هو العكس اللي هو كانه اكتف لو لو انا مش دايس هو بيديني هاي بيعدي الكارت فالفولتج الانبوت اللي هيطلع لي هاي دوس هي اللي هاي كانه اكتف لو ماشي كده السويتش اللي هي تو ستيتس اون اون عند هاي اوف عند هاي ومش لازم افضل دايس على الانبوت على العكس كانبوت مش لازم افضل دايس هو بقى لك السويتش هتبقى اون مفروض اون السويتش هتبقى طالعه شمال كده تمام انا كنت بقى ايه خلاص جاي صح اوكي فانت عندك بقى خلاص المارجنز والكلام ده مش خالص كان كده بس بس ماشي طيب مسألة دي مساله قالك الفور ثلاثه اللي جامش من فيجر 2 رايت ذا كورسبوندينج لوز انستراكشنز اند درو ذا تايم كلمه يس المهم لازم نكتب التايم ديجرام تمام يا جدعان ام 0 ام 1 مش ام 1 واي 0 احنا عندنا الانبوت اكس 0 اهو ده اكس 0 عندنا ام 0 وعندنا ام 1 حلو كده دول الماركرز بتوعنا وطبعا في اوتبوت واي زيرو ولا واحد زيرو طيب ف المنظر ده بيصير فلاش بس انا مش واحد الاكس زيرو قلب ب1 اول ما الاكس زيرو يقلب ب1 يبقى الام زيرو قلب ب1 لما الام زيرو يقلب ب1 فالام 1 هيحصل ايه؟ الام زيرو تي زيرو لسه التايمر لسه ما اشتغلش اصلا هيبقى زيرو فعلا صح؟ فيبقى الماركر الام زيرو ده ب1 الماركر 1 هيبقى ب1 فده بقى ب1 يعني كده ب1 فبالتالي اول اللي حصل هنا ان انا عندي انا نسيت احط تايمر فانا احط التايمر هو التايمر مش مطلوب بس انا هحطه عشان ال هو مش التايمر في الحفر هو الوقت اللي بين كل حاجه انا بشوف ايه المشكلة؟ هنحط تايمر على تايمر زيرو. احنا قلنا ان اول ما تضرب 1 ماركر 0 هيطلع ب1 وماركر 1 هيطلع ب1. طيب فساعتها التايمر ده هيشتغل هيبتدي يعد ولا مش هيعد؟ دلوقتي كده بس ايه الاكس 0 1 هيبقى واقف مستني اول ما ريليس الاكس 0
ساعتها خلي بالنا اول ما رئيس الاكس 0 هيحصل ايه؟ ده هيبقى في زيرو صح؟ بس الماركر 1 ماله؟ 1 فالماركر 0 هيفضل 1 كده؟ فده لسه 1 والتايمر لسه ما عدش فبالتالي ماركر 1 هيفضل 1 فده بعد فاهمين معايا ولا انت مش فاهم؟ معايا؟ فبالتالي هنا هيفضل الماركر 0 زي ما هو مفيش مشكلة وبالتالي برضه الماركر 1 اللي هيحصل بقى ان انا هنا كده من اول هنا هيبتدي التايمر يعد هيعد قد ايه؟ ال 50 دي لو انتوا فاكرين ال كي 50 الرقم ده هو بكون 1 سنة يعني كل يعني كان كاتبه كده 5 سنة يعني كده عايز استنى 5 سنة فيفضل يعد لمدة 5 سنة هو كده هنا هو كده ده كده 5 سنة اول ما 5 سكندز دول يعدوا تايمر 0 هيطلع 1 ساعات اول ما تايمر 0 يطلع 1 ام 1 هيحصل له ايه؟ هينزل ب 0 صح؟ لان ساعتها الرام هيقعد ساعتها على طول الاقي 0 هينزل ب 0 ايه؟ تي 0 مش هتطلع كده يعني هتطلع واحده وانا هسيب صح انا والله تعبان الصح جامد صح ان هو لو خد بالنا ايه؟ ساعتها احنا اول ما ام 0 وهي ام 0 نزل ب 0 صح وام 1 نزل ب 0 صح؟ فبالتالي التي ال 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 التايمر هيبقى جاي له ايه هنا؟ ده بقى 0 وده بقى 0 يبقى هنا جاي له ايه؟ 0 صح؟ ما دام 0 يبقى هو هينزل على طول اول ما التايمر يشيل الصفر هيتعمل له ريست وبالتالي على طول هنا يعني هو بس لحظه كده هيطلع بعديها على طول راح ينزل بالزيرو. نعم مش فاهم ايه يعني انت فاهمه لغايه اللحظه دي ما التايمر طلع بواحد يعني فاهمه ليه التايمر طلع بواحد ولا مش فاهمه ليه طلع بواحد؟ فاهمه التايمر ليه طلع بواحد؟ طيب هو التايمر حصلت ساعات التزام 1 فضل بواحد قول 5 ملي سكند صح؟ فبعد ما وصل وفات 5 ملي سكند فالتايمر هيبتدي التايمر بيعمل ايه؟ التايمر وظيفته ان هو بيقعد طول ما الانبوت بواحد كونتينيوسلي للمده اللي هو متحدد عليها هيطلع ب 1 هو مثلا داخل لو دخل الانبوت بواحد 5 سكند هيفضل قاعد ب 0 لغايه ما يشوف 5 سكند الانبوت بواحد ساعات هيطلع ب 1 بعد 5 سكند لو حصل والانبوت بتاعه وصل لزيرو بعد ما هو طلع بواحد هيبقى هينزل. ده التايمر بيعمل ايه؟ ما احنا احنا هنشوف دلوقتي احنا قلنا ايه؟ انت معايا لغايه ما التايمر طلع لواحد، معايا لغايه ما بطل، لما التايمر يطلع لواحد يبقى ساعتها ام 1 هيبقى حصل له ايه؟ هيبقى بواحد برضه؟ وام 1 لازم عشان ام 1 يبقى بواحد لازم التايمر زيرو يبقى بزيرو. يبقى ساعتها ام 1 بقى بزيرو، لما ام 1 يبقى بزيرو. يبقى الـ M0 حصل له ايه؟ الـ X0 بـ 0 ولا بـ 1؟ بـ 0 والـ M1 بـ 0 يبقى الـ M0 هنا بـ 0 يبقى ساعتها مش ده 0 يبقى التايمر 0 دخله كام؟ بـ 1 مش ده 0 يعني التايمر 1 0 هيدخل له هنا 1 لا يكون بتاع التايمر هو الـ X0 بدل مع M1 قال X0 1 ده كده ده كده ده كده خدت بنفس الارض كده اللي هو فكرت فيها لو انت ما تفكرش هو ده فكرت ان هو ام 0 ان داخل له ام 0 ان مش هو ده الارض اللي دخل ام 0 فكان دخل ام 0 لقيت ام 0 بقى 0 صح؟ ام 0 بقى 0 فبالتالي خلاص ده اكيد ب 0 فهينزل على طول ما احنا بنعملها زي كده مش بنعمل الرن الواحده يعني ليها سمك شويه؟ ليها ما هي ليها سمك؟ ليها سمك على حسب الرنج يعني الرنج كلها بتاخد وقت قد ايه من اول رنج لاخر رنج؟ يعني سمك على كل شيء زيرو كده يعني ماشي بقت في وقت قصير قوي على حسب على حسب الكي سيس ده قد ايه؟ وانا رايي نعمل برضه نفس الوقت ده للحاجه اللي في الوقت فيها ام نوت عشان هي برضه تستنى الرن اللي بعدها عشان تتغير ام نوت هتستنى الرن اللي بعد الرن اللي بعد ما
primary غير عشان تغير هي كمان لأن primary بيتعمل بعد الام. كده كده وقت خلص صح؟